ولماذا شرع التطوع؟ هل لأن الفرائض كعبادة لا تكفي؟ شرع التطوع ليكون جبرا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص، مثل ترك السنن فيها كقراءة السورة والتسبيح والتكبير وعدم الخشوع. فقد رأى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس عليه يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فرضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. كما شرع التطوع لأن الصلاة لها منزلة كبيرة لا ينبغي أن يقتصر المكلف على أداء الصلوات الخمس المفروضة، بل يستحب أن يزيد على ذلك، لأن الحديث يقول: الصلاة غير وضوء، من استطاع أن يستكثر فليستكثر. رواه الطبراني والله أعلم.